فيلم الزهايمر من التمثيل للحقيقة، عياله حابسينه ولا هو رافض الظهور؟ أسئلة كتير وأراء أكتر عن الحالة اللي وصل لها الفنان عادل إمام بعد ما الناس بدأت تقول عادل فقد الذاكرة وعياله مخبيينه، واللي يقولك إنه فول على نفسه بفيلم الزهايمر. أعرف اللي حصل للزعيم بعد ما أكيد كلنا لاحظنا اختفائه من سنين. الأزمة بدأت بغياب الفنان عادل إمام عن حضور حفل تكريمه في المهرجان القومي للمسرح المصري، واللي وقتها علقت عليه الفنانة مادلين طبر وقالت كانت أمنيتي إن عيلته تفرج عنه ويحضر تكريماته. تصوروا لو حضر هيحصل إيه؟ هنستقبله برموش عينينا. إنما التكريم بعدم وجوده حلو واحترام من محمد رياض ابن الناس، ولكن لا يكفي، لازم يحضر. وصرحت مادلين لأحدى وسائل الإعلام لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم، وده المهم. بس اللي اتقال ده ما كانش صح، وده اللي قالته الإعلامية بسمة وهبة في خلال برنامجها 90 دقيقة، وتابعت إن الزعيم عادل إمام خط أحمر. ده الزعيم يا ست مادلين، وانا هقدم فيكي بلاغ دلوقتي انك بتقولي نروح نقتحم الفيلا، دي دعوة غير قانونية بالمرة. بس الازمة هنا ما كانتش خلصت، لان الكلام في الوسط بدأ يزيد ومعاه بتزيد التساؤلات سواء جوا الوسط او براه، ومنهم الفنانة عفاف مصطفى اللي نشرت على صفحتها على الفيسبوك وقالت زعلانة من رامي إمام، بعتاله الرسالة الأخيرة دي على الواتساب ضمن العشرات قبل كده. وقالت عفاف في منشور تاني ليها الرسالة 15 ليك يا أستاذ رامي، أتمنى يقرأها أستاذي عادل، نفسي ورجائي أشوف الأستاذ عادل وجها لوجه. حضرتك يا أستاذ رامي الوحيد اللي تقدر تحسم مطلبي المتكرر مرارا وتكرارا. لكن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين حسم الجدل النهاردة بعد لما الموضوع أخذ أكبر من حجمه وطلع إشاعات جديدة بتتضمن وفاة عادل إمام. حسم الفنان حالة الجدل المثارة خلال الفترة الماضية حول حقيقة مرض الفنان عادل إمام وحالته الصحية بسبب كثرة الأنباء المتداولة عنه، منها وفاته مؤخرا على مسؤوليتي الشخصية. الراجل كويس وزي الفل، ولكن لا يليق أن أطلب من أسرة الفنان عادل إمام تصويره لإنهاء الجدل حول حالته الصحية.